خلال مباحثاتهما الرئيس السيسي ورئيسة المجر يتفقان على رفض التهجير القسري للفلسطينيين والتشديد على أهمية عدم اتساع الصراع الراهن إقليميا. مصر تؤكد قرب التوصل لاتفاق لتمديد الهدنة بغزة ليومين إضافيين، وتكشف عن اشتمالها استمرار الإفراج عن المحتجزين ودخول المساعدات وحظر الطيران. من برشلونة، شكري يؤكد أن وقف إطلاق النار في غزة لن يتحقق إلا بالضغط الدولي، ويطالب منتدى الاتحاد من أجل المتوسط بالاضلاع بدور إيجابي. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت جرينتش. نشرة أخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثات قمة مع رئيسة المجر، تناولت التعاون الاقتصادي والقضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والأزمة الروسية الأوكرانية وتبعاتها على الدول النامية. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي ورئيسة المجر اتفقا خلال المحادثات على ضرورة العمل على التهدئة في قطاع غزة وإدانة استهداف جميع المدنيين، مع رفض التهجير القسري والتشديد على أهمية عدم توسع الصراع إقليميا. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيدة كاتالين نوفاك رئيسة المجر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس استهل اللقاء بالترحيب برئيسة المجر في زيارتها الأولى لمصر، مشيداً بعلاقات التعاون التاريخية والوثيقة بين البلدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. ومن جانبها ثمنت رئيسة المجر التطور المستمر في العلاقات داعية إلى المزيد من التعاون بين البلدين الصديقين. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أولويات التعاون في المجالات الاقتصادية المختلفة، وعلى رأسها قطاعات الصناعة والنقل والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم التوافق على تكثيف الجهود الرامية لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز الاستثمارات المشتركة. كما تناول اللقاء الأوضاع الإقليمية بشكل مستفيض، خاصة ما يتعلق بقطاع غزة والضفة الغربية، حيث استعرض السيد الرئيس الجهود المصرية منذ بداية الأزمة وحتى التوصل للهدنة الإنسانية في قطاع غزة، مشدداً على أهمية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإغاثية إلى أهالي القطاع بما يلبي احتياجاتهم المعيشية ويحد من حجم المعاناة الإنسانية الهائلة التي يشهدونها، مع ضمان عدم امتداد الصراع إلى الضفة الغربية، مؤكداً أن استقرار وأمن المنطقة يرتبط بشكل أساسي بالاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ومن جانبها ثمنت رئيسة المجر بشدة الدور المصري في صون الاستقرار والسلام بالشرق الأوسط، معربة عن تقدير بلادها لجهود مصر سواء في العمل الدؤوب على تسوية أزمات المنطقة أو على المستوى الدولي في مختلف المحافل ذات الصلة. وقد اتفق الجانبان على ضرورة العمل على التهدئة وإدانة استهداف جميع المدنيين، مع رفض التهجير القسري والتشديد على أهمية عدم توسع الصراع إقليميا. وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تطرق أيضاً إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث اتفق الجانبان على أهمية وجود تحرك دولي فاعل لحلحلة الأزمة. وقد استعرض السيد الرئيس من جانبه الآثار الكبيرة للأزمة على اقتصادات الدول النامية، مؤكداً وجود احتياج لطرح حلول سياسية تضمن استعادة الاستقرار في منطقة النزاع.
شدد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي على الموقف المصري الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع. وخلال استقباله رئيسة دولة المجر كاتالين نوفاك، أشار جبالي إلى المستوى المتميز من التنسيق والتعاون بين البلدين في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستوى الدولي، داعيا الجانب المجري إلى زيادة حجم الاستثمارات المجرية في السوق المصري الواعد. من جانبها ثمنت رئيسة دولة المجر الجهود المصرية لتقريب وجهات النظر بين أطراف الحرب في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، وكذا دور مصر المحوري في التوصل إلى هدنة في قطاع غزة، حيث أكدت على تطابق الرؤى المجرية مع الرؤى المصرية من خلال ضرورة حل الدولتين كأساس لاستقرار المنطقة والسلام في الشرق الأوسط. بنبذل جهد كبير قوي عشان نخفف ما امكن عن اهالينا في القطاع من هذا التطور اللي احنا بنجابه دلوقتي. قال رئيس الهيئه العامه للاستعلامات ضياء رشوان ان الجهود المصريه القطريه لتمديد الهدنه الانسانيه بقطاع غزه أوشكت حتى الآن على التوصل لتمديدها لمدة يومين إضافيين. وأضاف رشوان أنه بالإضافة إلى إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين فسوف يستمر خلال اليومين الممتدين للهدنة وقف إطلاق النار في كامل قطاع غزة ودخول المساعدات الطبية والغذائية والوقود وحظر الطيران الإسرائيلي في أجواء القطاع، مشيرا إلى أنه من المتوقع اليوم تبادل 11 من المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة وجاري التفاوض على الإفراج عن 33 فلسطينيا من الجانب الإسرائيلي. هذا وتشمل الهدنة الممتدة الإفراج يوميا عن 10 من المحتجزين في غزة من النساء والأطفال مقابل 30 من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ما يجعل إجمالي المفرج عنهم في يومي الهدنة الممتدة 20 إسرائيليا مقابل 60 فلسطينيا. أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها قدمت خيارا لحركة حماس في قطاع غزة لتمديد الهدنة في القطاع والتي من المقرر أن تنتهي صباح الثلاثاء. وقال المتحدث باسم الحكومة إن إسرائيل ترغب في استقبال 50 محتجزا إضافيا فيما بعد هذه الليلة، مضيفا أن إسرائيل في طريقها لإعادة الجميع. أكد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة الضغط الدولي على إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة، لافتا إلى أن وقف إطلاق النار في غزة لن يتحقق إلا إذا أدركت إسرائيل أنه في مصلحتها. جاء ذلك خلال لقاء اللجنة العربية الإسلامية مع وزير خارجية إسبانيا، حيث أعرب وزير الخارجية عن الشكر لإسبانيا على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية وتمسكها بالمبادئ. وكان شكري قد وصل إلى مدينة برشلونة الإسبانية للمشاركة في المنتدى الوزاري الثامن للاتحاد من أجل المتوسط الذي تم تخصيصه هذا العام لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة. شارك وزير الخارجية سامح شكري في اجتماعات المنتدى الإقليمي الثامن للاتحاد من أجل المتوسط والذي تستضيفه مدينة برشلونة الإسبانية. وخلال مداخلته في اجتماع أكد شكري أهمية التوقيت انعقاد الاجتماع في ضوء عظم الظرف التاريخي الذي تتعرض فيه الأراضي الفلسطينية المحتلة لعدوان غير مسبوق أودى بحياة أكثر من 14,000 من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال. كما شدد شكري على أهمية الدور الذي يجب أن يضلع به الاتحاد من أجل المتوسط في وقف الحرب على غزة. كما أشار وزير الخارجية إلى أن عدم مشاركة إسرائيل في الاجتماع وتهديدها الصريح بتجميد عضويتها في الاتحاد من أجل المتوسط يؤكد التناقضات في نهج الحكومة الإسرائيلية الحالية تجاه التعاون الإقليمي لحل الأزمة ومفهوم التعايش. دعا مسؤول سياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بريل
إلى تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، والتي دخلت يومها الرابع والأخير. ولدى افتتاح اجتماع منتدى الاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة، شدد بوريل على أنه يجب تمديد هذه الهدنة التي وصفها بأنها خطوة أولى مهمة، وتحويلها إلى هدنة دائمة للسماح بالعمل على حل سياسي. دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي يانس ستولتنبرغ إلى تمديد الهدنة الإنسانية التي وصلت ليومها الرابع والأخير في غزة بين إسرائيل وحركة حماس. كما دعا ستولتنبرغ للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح عدد أكبر من المحتجزين في القطاع. أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني جواتاريش بحكومات مصر وقطر والولايات المتحدة لتسهيل التوصل إلى اتفاق الهدنة في قطاع غزة، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستواصل دعم تلك الجهود بكل طريقة ممكنة. وقال ستيفان دوغاريك المتحدث باسم الأمين العام إن 7 أسابيع من الأعمال العدائية في غزة أسفرت عن حصيلة مروعة صدمت العالم، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة قامت خلال الأيام الأربعة من الهدنة بتوسيع نطاق إدخال المساعدات الإنسانية لغزة وإرسال المساعدات إلى عدد من المناطق شمال قطاع غزة التي انقطعت عنها الإمدادات إلى حد بعيد لأسابيع. أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن حرب غزة هي أكبر أزمة دبلوماسية تواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال فترة رئاسته. وأوضحت الصحيفة أن 20 موظفا بالبيت الأبيض اجتمعوا مع بايدن لمعرفة استراتيجية الإدارة للحد من عدد القتلى المدنيين خلال الصراع ورؤيتها لما بعد الحرب في المنطقة. وقال كبار المسؤولين إن الصراع على الأراضي الفلسطينية أضر بمكانة الولايات المتحدة عالميا. أعربت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة عن شكرها لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود المبذولة والداعمة للشعب والقضية الفلسطينية واستقبال الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة. جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة الفلسطينية ومحافظ شمال سيناء ميناء رفح البري، حيث استعرض المحافظ الجهود التي قامت بها محافظة شمال سيناء بالتعاون مع مختلف الجهات في استقبال المساعدات المتنوعة وإيصالها إلى قطاع غزة. دعت منظمة الصحة العالمية إلى بذل مزيد من الجهود لاستعادة وتعزيز حماية المرافق الصحية في قطاع غزة، فضلا عن الإجلاء الطبي الآمن للمصابين بجروح خطيرة والمرضى إلى مصر وعبرها عن طريق معبر رفح الحدودي. وأكدت المنظمة أن مهمة أممية مشتركة قامت بجمع ونقل 7600 جرعة من اللقاحات المضادة لمختلف الأمراض بشكل آمن من مستودع وزارة الصحة الفلسطينية في مدينة غزة إلى مركز مسقط للقرارة الصحي جنوب غزة. وأشارت الصحة العالمية إلى أن نقل اللقاحات بات أمرا ضروريا، حيث إن الثلاجات المستخدمة لتخزينها بشكل آمن باتت لا تعمل بسبب نقص الكهرباء. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عبد الله الزخاري رئيس نادي الأسير الفلسطيني برام الله. أهلا بحضرتك أستاذ عبد الله. يعني في البداية، ما هي توقعاتكم لاحتمال تمديد الهدنة ومن ثم تبادل خروج المزيد من الأسرى من سجون الاحتلال؟
يعني من الواضح تماما ومن تأكيدات المتتابعة من قبل الجهات التي ترعى هذا الاتفاق والتي لها جهود كبيرة في التوصل إلى هذه الهدنة وتحديدا الجهود المصرية والقطرية المقدرة، من الواضح أن هناك جهود بذلت من أجل تمديد هذه الهدنة لفترة أطول والتي بموجبها سيتم تحرير مزيد من المعتقلين الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي مقابل إطلاق سراح عدد آخر من المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية. ولكن حقيقة نحن نتطلع كفلسطينيين إلى أن يتم وقف هذا العدوان بكامله، خاصة أن هذا العدوان هو عدوان همجي وهو عبارة عن حرب إبادة جماعية تمارسها منظومة الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 50 يوما والذي راح ضحيته عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمشردين والذين لا زالت جثثهم تحت الأنقاض. يعني الشعب الفلسطيني يتطلع إلى إنهاء هذا الاحتلال ووقف كل هذا النزيف الذي مضى عليه أكثر من 75 عاما. فالمعركة لم تبدأ فقط 7 أكتوبر الماضي كما تعلم، يعني الشعب الفلسطيني يعاني جراء استمرار هذا الاحتلال والسياسات الأمريكية والمنظومة الدولية التي تقف خلفه كان أجدر بها بدلا من أن تقف لدعم الإرهاب الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية أن يكون لها دور أكثر جهوزية وضغطا أكبر في إنهاء الاحتلال برمته. طب كيف تشرح لنا الوضع الميداني على الأرض مع دخول المساعدات، وهل تنوون التحرك لمقاضاة الاحتلال خلال الفترة المقبلة في ضوء شهادات الأسرى عما تعرضوا له من مضايقات؟ نعم، يعني الاحتلال الإسرائيلي أخي العزيز منذ بداية هذا العدوان عبر عن النزعة الانتقامية والعدوانية اتجاه مختلف الأراضي الفلسطينية وتحديدا عملية الاستهداف للمعتقلين للمواطنين الفلسطينيين الذين اعتقلوا منذ بداية هذا العدوان، والتي كانت عبارة عن حملة يعني واسعة وتعتبر من أوسع وأكثر خطورة من الحملات السابقة، حيث ظهر فيها النزعة الانتقامية من خلال الاعتداءات الوحشية التي طالت مختلف الأسرى الذين تم اعتقالهم من منازلهم، حيث يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية هذا العدوان باقتحام منازل المواطنين بعد منتصف الليل وتفجير أبواب المنازل والدخول إلى غرف النوم وعملية تحطيم وتخريب وتكسير محتويات المنزل والاعتداء على أفراد الأسرة، وأحيانا كثيرة تم اعتقال الوالد أو الوالدة أو الأشقاء للضغط عليهم لتسليم أبنائهم، وأن معظم المعتقلين الذين اعتقلوا منذ بداية هذا العدوان تعرضوا إلى اعتداءات وحشية أدت إلى إصابتهم بكسور وردود. وليس ببعيد عن ذلك استمرت الحملة حملة النزعة الانتقامية بحق الأسرى داخل المعتقلات. صحيح، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عبدالله الزخاري رئيس نادي الأسير الفلسطيني الفلسطينية من رام الله، كنت معنا عبر الهاتف، أشكرك جزيل الشكر. أهلا بكم من جديد. عقدت جمعية الهلال الأحمر المصري مؤتمرا صحفيا بشان آخر المستجدات حول تنسيق المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني. وأعلن الهلال الأحمر استقبال 450 طنا من المساعدات الإنسانية من خلال 35 سيارة. يأتي ذلك في إطار التعاون بين مصر ومختلف الدول لإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق. ومن جهته أعرب السفير الكويتي بالقاهرة غانم الغانم عن شكره للهلال الأحمر المصري لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة. قمنا حتى الآن بالمساعدة من قبل الهلال الأحمر المصري والسلطات المصرية بتسير 28 رحلة جوية احتوت على تقريبا 850 طن مساعدات متنوعة، مواد إغاثية، مواد غذائية، مستلزمات طبية، معدات طبية، سيارات إسعاف. كان بصراحة إيصال هذه المساعدات تم بشكل سلس وبتعاون صراحة عالي المستوى من قبل أشقائنا في مصر ومن الهلال الأحمر المصري والسلطات كذلك في العريش، واليوم نقوم بتدشين قافلة إلى العريش مكونة من 35 شاحنة تحتوي على 500 طن مستلزمات طبية وإغاثية وغذائية إلى أشقائنا في غزة.
استمرارا طبعا من الدور الانساني اللي بتقوم به جمهوريه مصر العربيه والدور المكلف بجمعيه الهلال الاحمر المصري نحو استقبال واستلام وتنسيق عمليه المساعدات الانسانيه، سواء كان بالمجهود الجوي او المجهود البري او من خلال البحر. برضه بياتي في هذا الصدد التعاون مع الهلال الاحمر الكويتي في استقبال وتجهيز المساعدات اللي هيتم شحنها عن طريق 35 شاحنه باجمالي 400 طن الى العريش. عايز اقول ان الهلال الاحمر المصري بينص مع جميع جمعيات الهلال والصليب في المنطقة وفي العالم من أجل برضو تحديد الاحتياجات، التواصل مع الهلال الأحمر الفلسطيني عشان نشوف الأولويات بالشكل السليم. كل دوت بيتم منذ بداية الأحداث حتى هذه اللحظة. أكدت الأمم المتحدة نجاحها في توسيع نطاق توصيل المساعدات الإنسانية إلى المناطق الواقعة شمال غزة وفي أنحائها في اليوم الثالث من الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحماس. وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن وكالات الأمم المتحدة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وزعت أكثر من 1000 طن من المواد الغذائية الجاهزة للاستهلاك على 4 ملاجئ تابعة للأونروا في مخيم جباليا شمال غزة، بالإضافة إلى توزيع مساعدات أخرى شملت خيما وماء على مواقع مختلفة، بالإضافة إلى توصيل 164 طنا متريا من الإمدادات الطبية إلى المستشفى الأهلي بمدينة غزة. دخلت شاحنات محملة بالمساعدات إلى قطاع غزة قادمة من مصر عبر معبر رفح البرية. وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن أكثر من 150 شاحنة تم إدخالها منذ بداية الهدنة وحتى مساء أمس إلى مدينة غزة والشمال، مشيرا إلى أن الشاحنات تحوي مواد إغاثية. وللمزيد حول دخول وخروج الشاحنات ينضم إلينا من أمام معبر رفح البري مراسل التلفزيون المصري الزميل كريم بيبرس. بعد التحية كريم، يعني انقل لنا أهم وآخر المستجدات لديك بما أنك موجود الآن في العريش. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ربما الأهم في هذه اللحظة هو تمديد الهدنة ليومين إضافيين. هذه الهدنة ضمن بنودها أيضا استمرار بنود سابقة مثل الأربعة أيام الماضية. نتحدث عن 10 من الأسرى الإسرائيليين المتواجدين لدى حماس، وبالإضافة للمقابل 30 من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال في كل يوم. إذن بإجمالي خلال يومين 20 من المحتجزين لدى حماس وحركات والفصائل الفلسطينية، في مقابل 60 من الفلسطينيين المحتجزين لدى سجون الاحتلال. وجهود دبلوماسية مصرية قوية أعلنت بالمشاركة مع قطر والولايات المتحدة عن تمديد هذه الهدنة، وأيضا على أمل الوصول لوقف إطلاق نار بالكامل، حيث أن الأوضاع في قطاع غزة في هذه الأراضي الفلسطينية أوضاع كارثية. حتى بعد دخول عدد كبير من الشاحنات، ومنها اليوم أيضا دخول ربما مئات الشاحنات تخطى 200 حسب المتفق عليه، حيث أن قوات الاحتلال لا توافق دائما على دخول كل الشاحنات من 200 اللي تم الاتفاق عليهم. لذلك تم إدخال مئات الشاحنات، ربما 200، ربما 250، ربما أكثر من ذلك دخلوا خلال معبر رفح اليوم وإلى الجانب الآخر حيث يتم تفتيشها من قبل قوات الاحتلال. ولكن أيضا حسب الهلال الأحمر الفلسطيني منذ دقائق من الآن
تم توزيع بعض هذه الشاحنات ودخلت بالفعل إلى الشمال غزة. ولكن يعني أمس أخبرتنا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعيد مرة أخرى بعض من الشاحنات بخصوص الخروج والدخول لعدد الشاحنات، والتي قامت مصر مرة أخرى بإعادة العدد الأكبر من المتفق عليه وهو ما يتخطى 200 شاحنة يوميا، تحسبا لهذه الشاحنات التي سوف تعيدها مرة أخرى إسرائيل. يعني إجمالي عدد الشاحنات التي تم إدخالها بالفعل ولم يعد منها شيء حتى الآن، واليوم هو اليوم الرابع للهدنة والأخير. إذا تحدثنا عن إجمالي الشاحنات التي دخلت عبر بوابة معبر رفح المصرية، نتحدث تقريبا ما يزيد عن 800 شاحنة دخلوا خلال هذه الأربعة أيام باليوم، يعني منذ صباح الجمعة وحتى اليوم تخطى 800 شاحنة. ولكن العدد ما دخل إلى قطاع غزة هو ما دائما هناك خلاف عليه، حيث أن بعض الشاحنات تذهب إلى الجنوب، بعض الشاحنات تذهب إلى الوسط، بعض الشاحنات تذهب إلى الشمال. الشمال وصل منه فقط 150 شاحنة، حتى بالنسبة لشاحنات الوقود وشاحنات الغاز دخل حتى صباح اليوم 21 شاحنة من الغاز، وتحديدا السولار والغاز، ليتم توزيعهم في حسب الأونروا في أماكن مختلفة في قطاع غزة. ولكن حتى الآن ربما حسب الأنباء أن هناك الغاز لم يصل إلى شمال قطاع غزة. الفلسطينيين يعني يبيتون في الشوارع منذ 3 أيام لاستقبال هذا الغاز. أيضا بالإضافة لذلك، سيارات الإسعاف نقلت عدد كبير اليوم من المصابين من الأشقاء في فلسطين ليتلقوا العلاج هنا في محافظة شمال سيناء، تحديدا في مستشفى العريش العام، بالإضافة أيضا لخروج عدد كبير من العالقين. ولكن ربما أيضا من النقاط الأهم التي وضحت خلال الأيام الماضية هي عودة الفلسطينيين إلى قطاع غزة على أمل استمرار الهدنة. أيضا النقطة الأخرى هو أن هذه الشاحنات التي تدخل حتى الآن لا تكفي 30% فقط من احتياجات قطاع غزة الحقيقي، لذلك ضغوطات مصرية لدخول عدد أكبر كما ذكرت وكما رأينا الأيام الماضية، دخول عدد أكبر من الشاحنات المتفق عليها على أمل الضغط على قوات الاحتلال لدخول أكبر عدد من الشاحنات للأشقاء في فلسطين. أشكرك شكرا جزيلا. الزميل كريم بيبرس كنت معنا من مدينة العريش. في اليوم الرابع للهدنة الإنسانية في غزة، لا يزال القطاع يعاني من نقص الغذاء والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الضروريات. كان برنامج الأغذية العالمي قد حذر من أن الأنظمة الغذائية في غزة على وشك الانهيار وسط نفاذ وشيك للمواد الغذائية في المتاجر، فضلا عن إغلاق المخابز أبوابها في أيام من قبل الهدنة. لا يزال قطاع غزة يئن من تداعيات العدوان الإسرائيلي الغاشم، حيث يعاني من نقص الغذاء والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الضروريات، رغم وقف إطلاق النار المؤقت بعد دخول الهدنة الإنسانية بين حركة حماس من جانب وإسرائيل من جانب آخر حيز التنفيذ قبل 3 أيام في غزة. دخلت غزة مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية، لكن رغم ذلك انتظر سكان خان يونس في طوابير للحصول على إمدادات الإغاثة المتدفقة عبر معبر رفح البري التي تكاد تكفي ربع احتياجات السكان. خان يونس مكتظة في حوالي 1,200,000 بني آدم، هذول لو إيش ما تنزل عليهم بضل عندهم نقص، يعني ما الكمية اللي نزلت بتساويش يعني ربع أفراد خان يونس كانوا قبل، فما بالك لما نجد غزة على خان يونس وجباليا. هنا وانتظارا لدورهم في الحصول على الوقود وغاز الطهي، اصطف ما يقرب من 10,000 مواطن أمام محطة وقود بخزانات فارغة في دير البلح بعد أن نفد منهم الوقود وحتى الحطب. فيش حطب خلص، فيش أي مقومات الحياة عنا خالص، فيش موجودة. واليوم انت شايف الطابور وين واصل اكثر من كيلو، بتدخلش اربع عربيات، بتحكي خمس عربيات بكفوش. برنامج الاغذيه العالمي التابع للامم المتحده كان قد حذر من ان الانظمه الغذائيه في غزه على وشك الانهيار وسط نفاد وشيك للمواد الغذائيه في المتاجر، فضلا عن اغلاق المخابز ابوابها في ايام ما قبل الهدنه وقبل العدوان الاسرائيلي. كانت تدخل قطاع غزة يوميا نحو 500 شاحنة محملة المساعدات وسلعا أخرى لخدمة نحو 2.4 مليون نسمة.
عاد أحد سكان قطاع غزة ويدعى علي مهدي إلى منزله في مخيم الشاطئ للاجئين بعد اتفاق الهدنة، ليجد والده ميتا ومنزله مدمرا بسبب القصف الإسرائيلي العنيف. كذلك كان الحال بالنسبة للحي الساحلي الذي كان نابضا بالحياة في يوم من الأيام، حيث تحول إلى أطلال. والدي وابن أخوي استشهدوا من قيمة 14 يوم، 14 يوم لهم مع باب الدار. أخواتي مصابين طبعا في الشفا، في عندنا كمان شهداء هين، أبو يزن الجروشة جارنا، أبو عدي الأدغم، وعندنا شهداء هين غرب من المنطقة مش عارفين من وين، من الشمالي. طبعا أنا بعد معاناة يومين لما عرفت، لما صارت الهدنة اليوم امبارح واليوم، عرفت اليوم بمعاناة ومساعدة شاب إن أقدر أسحب أبويا وأدفنه جوا بيتي جوا. فيش عنا إسعاف، فيش عنا صليب أحمر، فيش عنا حتى إرسال جوال ولا إرسال وطنية ولا جوال أصلا، فيش إضاءة، فيش ضوء، فيش مية. هنا قلبوا حياتنا كلها جحيم. نشرة أخبار السادسة لا تزال مستمرة معكم وتتابعون فيها. رئيس الوزراء يستعرض موقف مشروعات حدائق الفسطاط وإعادة إحياء القاهرة التاريخية وتطوير عواصم المحافظات. تستضيف مصر فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس 2023 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. يأتي ذلك خلال الفترة من 4 وحتى 7 من ديسمبر المقبل لاستعراض أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة العسكرية في البر والبحر والجو بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة. وتشارك في فعاليات المعرض كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية. تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عددا من ملفات العمل، في مقدمتها المسابقات المركزية. وخلال الاجتماع وجه مدبولي الجهاز بتنظيم مسابقتين لسد احتياجات وزارة التربية والتعليم من المعلمين في عام 2024، إحداهما في يناير والثانية في يونيو. وأشاد مدبولي بمنظومة المسابقات المركزية مؤكدا أهمية استمرارية حوكمة أعمالها. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية لمتابعة عدد من ملفات عمل الصندوق. وخلال اللقاء تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لإعادة إحياء القاهرة التاريخية وتطوير عواصم المحافظات، كما تم استعراض موقف مشروعات حدائق الفسطاط ونسب الإنجاز الفعلية لمختلف مكوناته التي حققت معدلات متقدمة، وكذلك الأعمال المتبقية في كل مكون. كما عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف عدد من المشروعات التي تتنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالمحافظات في المجالات المختلفة. وقال رئيس مجلس الوزراء إن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها من خلال الجهات والهيئات المختلفة، لافتا إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تضلع بمستوى بمسؤولية كبيرة في عدد من المشروعات على مستوى الجمهورية. هذا وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن الهيئة الهندسية أحرزت تقدما ملحوظا في المشروعات التي تنفذها، حيث وصلت نسبة التنفيذ في الكثير من هذه المشروعات إلى 100%. اللجنة تلقت أوراق الترشح لعدد 4 مترشحين.
وصلت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سهى جندي إلى العاصمة الإيطالية روما في رابع محطات جولتها الخارجية. وتعتزم وزيرة الهجرة عقد لقاء مع أقطاب وأبناء الجالية المصرية في روما والحديث معهم عن المكتسبات التي تحققت للمصريين بالخارج من حقوق متنوعة. كما ستستعرض الوزيرة أيضا آخر التطورات الجارية لتأسيس الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، فضلا عن أبرز المحفزات الاستثمارية التي أتاحتها الدولة لتشجيع المستثمرين وجذب رؤوس الأموال. تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم صالونا نقاشيا حول قضايا المحور السياسي في برامج ورؤى مرشح الرئاسة. ومن المقرر أن يناقش الصالون نجاح السياسات المصرية خلال السنوات الماضية على كافة المستويات ولعبها لدور متوازن مع جميع الأطراف وموقف مصر الداعم والمحوري للقضية الفلسطينية خاصة في الأحداث الأخيرة، وكذلك رؤية مرشح الرئاسة تجاه مواقف مصر السياسية خلال الفترة الماضية ورؤيتهم المستقبلية لعلاقات مصر الخارجية. نظمت نقابة الزراعيين بمحافظة البحر الأحمر مؤتمرا حاشدا بحضور الآلاف من أعضائها بمدينة الغردقة. يأتي المؤتمر لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، حيث أكد الحضور أن الرئيس السيسي أول رئيس مصري يولي اهتماما كاملا ودعما مطلقا للنقابات وملف التطوير والتنمية في مختلف المجالات. وإحنا هدفنا من هذه المؤتمرات وهذه الندوات التوعوية بأهمية المشاركة في الانتخابات القادمة يوم 10 و11 و12 ديسمبر، لأن إحنا عايزين نوصل رسالة للعالم كله أن كل الشعب المصري خلف قيادته خلف المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي لدورة رئاسية جديدة لاستكمال ما تم إنجازه في كافة القطاعات في كافة المحافظات على مستوى كافة التراب الوطني في جميع المحافظات. احنا النهاردة إن شاء الله يعني مؤتمر النقابة مؤتمر كبير مؤتمر قوي معبر عن الزراعيين وعن أبناء البحر الأحمر والقبائل والعائلات وكل المكون السياسي مشارك معنا في هذا المؤتمر لتأييد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبيقول له نعم للإنجازات ونعم لاستكمال مسيرة العطاء وكل الإنجازات اللي شهدتها مصر ومحافظة البحر الأحمر بالأخص وبرضه في القطاع اللي هي الزراعي يعني إنجازات كبيرة جدا. النهاردة احنا في نقابة الزراعيين بننظم مؤتمر وبنهني كل الزراعيين وكل أعضاء النقابة وكل القادة اللي قاموا على تجهيز وتعداد اليوم، بنقول لهم شكرا ان انتوا سمحت لنا ان احنا نيجي علشان نكلم فخامة الرئيس ونبعت له رسالة ونقول له شكرا 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 معالي وفخامة الرئيس، شكرا ليك على كل شيء بتعمله، شكرا ليك على كل حاجة تهتم بالفقير بتهتم بالمريض بتهتم بذوي الاحتياجات ذوي الهمم. التقى المرشح الرئاسي فريد زهران بوفد من الحزب الليبرالي المصري، وتناول اللقاء عددا من القضايا المتعلقة بمستقبل مصر، حيث استمع الحضور لرؤية المرشح الرئاسي حول عدد من القضايا التي وردت في برنامجه الانتخابي، كما تمت مناقشة قضايا متعلقة بالمحور الاقتصادي في برنامج المرشح وتشجيع القطاع الخاص وتوفير ضمانات الاستقرار في السوق المصرية والاستفادة من موارد مصر الطبيعية وثرواتها الأثرية لجذب السياحة. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم والمساعده للمواطن عرف هاشم من القاهره، استجابت مؤسسه حياه كريمه ووفرت سياره اجره له بالاضافه الى توفير شقه سكنيه له ولاسرته. وكان الرئيس السيسي قد التقى مع الشاب عرف اثناء احدى جولات الرئيس في محافظه القاهره، حيث كان المواطن يعاني من عدم وجود مصدر رزق دائم له. بالأمس القريب كانت هذه السيارة مجرد حلم بعيد المنال لعرفة، لكن بعد التقاء عرفة بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إحدى جولاته بالقاهرة تحول الحلم إلى حقيقة. يا
ولادك دول؟ اه ربنا يخليهم لك. اخبارك ايه؟ بتشتغل ايه؟ شغال سواق. سواق ايه؟ شغال على عربيه. عربيه ايه؟ عربيه اللي هي سوزوكي. بتعمل كام؟ بتعمل كام في اليوم؟ ليه؟ جنيه مره 120 كده. بتاعتك العربيه اللي شغال عليها؟ لا شغال عليها سواق. سواق عليها. مفاجأة لم تكن متوقعة لعرفة، وهي أن يصل إليه فريق حياة كريمة ليفاجئه بتحقيق حلمه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا الحلم الذي كان بالنسبة له بعيد المنال. قابلت حضرته عند متحف الحضاري بعد الكوبري على طول، كنت رايح أكشف على أولادي وليدي التشريفة راحت موقفاني، وقفوني ونزلت سلمت على حضرته وسلم عليا ورايح فين، قلت له رايح أكشف على أولادي وروحت عمل موجود في المستشفى، وروحت لقيت الناس مستنيين في المستشفى وكشف على اولادي وطمن عليهم وخد رقم تليفوني وصوروني، وده اللي تم معايا ودي كانت اول مقابله معاه. لا ما كنتش متوقع ان انا اجي اتفاجئ بالعربيه، انا كنت جاي مفاجاه عادي، مقابله عاديه يعني. مشاعر متباينة امتزجت ما بين الدهشة والفرحة والامتنان تراها في أعين عرفة وأسرته بعد أن لبى الرئيس الأب حلم هذه الأسرة. أنا بشكره على كل حاجة هو عاملها معايا وعلى مع أولادي وعلى الكشف بردك مع أولادي، وقف معايا في المستشفى بردك، وعلى دي اللي هو بردك قابلني بيها بردك سيادة الرئيس ديت بردك، أنا يعني مبسوط بيه يعني. إحنا بنحب دايما الحالات اللي بتبقى معافرة، فهو معافر واحنا بنحب الحياه المعافره، فطبيعي كده كنا نستجيب للحاله بسرعه طبعا، ونستجيب طبعا لتوجيه سياده الرئيس بسرعه جدا. ليست المره الاولى التي يقود فيها عرف سياره، لكن هذه المره هي قياده لسيارته الخاصه التي ستغير حياته الى حياه كريمه، لتبقى وعود الرئيس حقيقه ملموسه يلمسها كل المواطنين اينما كانوا. تواصل مؤسسة حياة كريمة إطلاق المبادرات التوعوية، حيث نظمت مؤتمرا جماهيريا للتوعية بالقضية الفلسطينية، وذلك بمركز شباب القنطرة غرب محافظة الإسماعيلية. تستهدف المؤسسة عقد مؤتمرات جماهيرية على مستوى محافظات الجمهورية للتأكيد على دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية ووقوفها شعبا وقيادة جنبا إلى جنب مع أهل فلسطين في محنتهم الحالية. مؤسسة حياة كريمة شاركت في قيامها بقوافل بحجم يفوق القوافل التي جت لنا من الدول الأخرى لدعم أهالينا في غزة، وزي ما قال فخامة الرئيس إن معبر رفح ما اتقفلش خالص، معبر رفح مفتوح، وحياة كريمة قامت الحمد لله بقوافل عديدة لأهالينا في غزة. عاملين مؤتمر حياة كريمة للتوعية بالقضية الفلسطينية وتعزيز المشاركة في العمل العام، وإذا كنا بنتكلم على حياة كريمة فإحنا بنتكلم عن إنجازاتنا من 3 سنوات خلف القيادة السياسية، والنهاردة بندعم القضية الفلسطينية، ومن ساعة ما بدأ العدوان بنتكلم ان حياة كريمة قدمت ما يقرب عن 3500 طن مساعدات ما بين غذائية وعلاجية وما يشمل ذلك، وبإذن الله برضك ما زلنا بنقدم مساعدات، وبندعو من الله ان يخفف عن اهالي غزة الظلم الواقع عليهم. جايين ننشر التوعية حول القضية الفلسطينية وازاي نقدر نساعد اهالينا هناك، بجانب عرض انجازاتنا خلال ال3 سنين اللي فاتت كمؤسسة ليها دور ملحوظ ومشهود على الارض. يا رب يكون كل الادوار اللي احنا عملناها الفترة اللي فاتت دي نالت الاعجاب، وان شاء الله لسه في كتير ناويين نقدمه الفترة اللي جاية، ومن هنا ربنا يرحم جميع الشهداء في فلسطين. حياة كريمة بتعمل مؤتمر حاشد بمدينة القنطرة غرب للتوعية بالقضية الفلسطينية ومشاركة في العمل العام، واحنا بنشكر سيادة الرئيس لدعمه للقضية الفلسطينية. احنا يوم الخميس الماضي كنا في الاستاد القاهرة، وآلاف الشعب المصري كلها كانت بتشكر سيادة الرئيس على دعم القضية الفلسطينية.
نظمت مؤسسة حياة كريمة بالغربية مؤتمراً لدعم القضية الفلسطينية وتعزيز المشاركة في العمل العام. واستعرضت منسق حياة كريمة بالغربية الدور الذي تقوم به المؤسسة سواء في أعمال تطوير البنية التحتية وإنشاء المؤسسات والمنشآت وتبطين الترع، إلى جانب الدور الإنساني من العمل على مساعدة الأسر الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم. كلنا وراء القضية الفلسطينية، وطبعا رافضين اننا يكون في تهجير للغزاوية. دايما احنا في ظهر قيادتنا السياسية. النهاردة واحنا بنقول قضيتنا كلنا بنتكلم اننا بندعم فلسطين، سواء احنا عملنا ايه كمؤسسة حياة كريمة للدعم ده. احنا قدمنا قوافل مواد غذائية وطبية ومستلزمات طبية، عملنا اغاثة لغزة. النهاردة عرفت حياة كريمة عملت ايه الفترة اللي فاتت وانجازاتها في محافظة الغربية الفترة اللي فاتت، وعرفت انجازات جامعة طنطا من القوافل والمساعدات اللي بتقدمها للناس. مبسوط جدا، وبإذن الله بفكر اشارك في حياة كريمة ان شاء الله. جينا النهاردة عشان ندعم اخواننا في فلسطين. المؤتمر كله كان قايم على الدعم الفلسطين والدعم اللي بتقدمه مصر للقضية الفلسطينية. أنا مبسوط جدا أن أنا موجود في حياة كريمة، وفخور بالعمل اللي بقدمه للناس. أنا الحمد لله شاركت في توزيعات كتير، توزيع ترك الأبواب. ترك الأبواب ديت عبارة عن أننا بنجيب كراتين وبنوزعها للناس المحتاجة، وبننزل للناس الأكثر احتياجا مش الأكثر فقرا خالص. احنا بنحاول نوصل للإنسان. احنا شعارنا دايما في المؤسسة من إنسان لإنسان. بدأنا من انطلاق سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاستاد يوم الخميس اللي فات. إن شاء الله حياة كريمة هتبقى في قلب كل بيت مصري، وبندعم القضية الفلسطينية قلبا وقالبا. بعتنا قوافل طبية الرفح وشاركنا ونزلنا رفح احنا كمتطوعين في مؤسسة حياة كريمة. طبعا شاركنا برضو حياة كريمة عملت لنا مبادرة اسمها ترك على الأبواب. غير كده وزعنا كراتين، مبادرة برضو توزيع الكراتين ووجبات، ونزلنا القرى وشاركنا في قوافل طبية. نظمت مؤسسة حياة كريمة في محافظات المنيا احتفالية لتسليم مشروعات تنموية صغيرة تحت عنوان بيتك عمران ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي. تشمل المشروعات التنموية 69 مشروعا صغيرا، حيث يتم تسليم المستفيدين قروضا بدون فائدة بقيمة إجمالية 30,000 جنيه للمشروع الواحد، منها 15,000 جنيه منحة لا ترد و 15,000 ترد بلا فائدة. تسليم 70 مشروع للأسر أكثر احتياجا بمراكز المنيا كمرحلة أولى إن شاء الله، وفي مرحلة تانية إن شاء الله في فترة قريبة. طبعا المشروعات دي عبارة عن مشروعات مهنية ومشروعات تجارة حسب الحالة أو الحالة بتشتغل فيه، ويتم تمويل المشروع بتاعها حسب احتياجها بمبلغ 30,000 جنيه كقرض حسن. وبعد كده ان شاء الله بيتم متابعه مؤسسه حياه كريمه من الهرمون والمحافظه لفتره عامين. البروتوكول في بيتك عمران بين حياه كريمه وجمعيه الهرمون النهارده اليوم تم تسليم 69 مشروع بمبلغ 30,000 جنيه. مجزئين هيستلموا اول دفعه 15,000 جنيه في حاله النجاح للمشروع وتنميه المشروع الصغيره. هياخد المنحه الثانيه 15,000 جنيه لا ترد. تم اختيار المشاريع على مشاريع حرفية للمرأة المعيلة، تم الفئة المستهدفة بين المشروعات الأرملة المطلقة، زوجة المسجون، زوجة المعاق. دي الفئة الرئيسية اللي احنا بنساعدهم على رفع مستوى الكفاءة لسد احتياجاتهم وسد مرحلة الاكتفاء الذاتي للمشاريع في بعض المراكز. وخلال شهر بإذن الله يتم تسليم كافة المشروعات الصغيرة والأكشاك المسلمة للأسر أكثر احتياجا خلال شهر بإذن الله من النهاردة. احنا كلنا جايين داعمين يعني جميع الأسر والأهل الموجودين، ودايما بندعمهم من خلال وجود مشروعات صغيرة مع حياة كريمة ومؤسسة الأرمان. والآن وقفة اقتصادية من نشرة السادسة. ليلى عمر والتفاصيل. ليلى، شكرا محمد، شكرا أميرة، ونتابع معكم أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. و
وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بسرعة الانتهاء من خطة تحويل الأتوبيسات التي تعمل بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي، مشيرا إلى أهمية هذا الأمر للتحول إلى الطاقة النظيفة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لمتابعة جهود تطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات، حيث تم استعراض جهود تطوير المنظومة خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى نوفمبر 2023. أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى المجر لتصل إلى 62.4 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2023 بنسبة ارتفاع تقدر ب 20.4%. وأوضح الجهاز أن قيمة الواردات المصرية من المجر بلغت 167.4 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2023 مقابل 145.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع تقدر ب 15.3%. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي أسهم في صمود الاقتصاد المصري أمام التحديات الكبيرة التي يمر بها والتقليل من آثارها وتداعياتها. جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للنقابة العامة للعاملين بالبترول بمقر النقابة بالقاهرة. وقال الملا أن قطاع البترول الذي يعد قاطرة التنمية وحجر الزاوية بالاقتصاد المصري شهد تطويرا وتحديثا كبيرا شارك فيه كل العاملين بشركة قطاع البترول باختلاف مستوياتهم. في سوق المال أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم على صعود قوي بنحو جماعي للمؤشرات، حيث ربح رأس المال السوقي 20 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 32% ليغلق عند مستوى 25905 نقاط، بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 57% ليغلق عند 5129 نقطة، وصعد مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة 99% ليغلق عند مستوى 7540 نقطة. تراجعت أسعار النفط حيث هبط خام برنت صوب 80 دولارا للبرميل مع ترقب المستثمرين لاجتماع مجموعة أوبك بلس هذا الأسبوع، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.5% إلى 80.21 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 0.5% إلى 75.18 دولار للبرميل. وهوت الأسعار في الشرق الأوسط الأسبوع الماضي بعد أن أرجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها أوبك بلس اجتماعا وزاريا حتى 30 من نوفمبر المقبل لحل الخلافات بخصوص أهداف الإنتاج للمنتجين في أفريقيا. ونتيجة لانخفاض أسعار النفط تراجعت أسهم الطاقة في أوروبا بنسبة 8% قبيل تعليقات لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بشأن السياسة النقدية أمام لجنة من البرلمان الأوروبي. وبقي المؤشر ستوك 600 الأوروبي مستقرا في حين انخفض المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني بأكبر قدر بين نظرائه الأوروبيين. قال محافظ البنك المركزي الإسرائيلي عامر يارون إنه من المتوقع أن تصل تكاليف الحرب في الميزانية إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح يارون أن إسرائيل تعيش فترة عدم يقين بنسبة كبيرة وعدم وضوح في الوضع السياسي، مضيفا أنه من المبكر جدا خفض أسعار الفائدة في ظل عدم اليقين الاقتصادي. ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لمحمد عبد الله وأميرة العقدة لختم النشرة، إليكم من جديد. شكرا لك ليلى. بهذا نصل لكم إلى ختام هذه النشرة، ولا يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز العناوين.
خلال مباحثتهما الرئيس السيسي ورئيسة المجر يتفقان على رفض التهجير القسري للفلسطينيين والتشديد على أهمية عدم توسع الصراع الراهن إقليميا. مصر تؤكد قرب التوصل لاتفاق لتمديد الهدنة بغزة ليومين إضافيين، وتكشف عن اشتمالها استمرار الإفراج عن محتجزين ودخول المساعدات وحظر الطيران. من برشلونة، شكري يؤكد أن وقف إطلاق النار في غزة لن يتحقق إلا بالضغط الدولي، ويطالب منتدى الاتحاد من أجل المتوسط بالاطلاع بدور إيجابي. انتهت نشرة السادسة من التلفزيون المصري. إلى اللقاء.